حينما تحضر وبقوة. عاد الأخوية وسجل الأول والثاني والثالث وانتهت المباراة بثلاثية مقابل لا شيء. لاختلف الحال كثيرا على الوكرة ولاعبوه بعد الانتصار. المحاولة والمرور والكرة على الجهة اليسرى الآن، عرضية خطيرة فيها محاولة خروج خاطئ من حارس المرمى والكرة بالرأس، تخلصت الكرة بعد ذلك في صافرة وخطأ من مكان قريبة من الحكم. كرة بتصل مرة أخرى لمصلحة معاذر، مرتدة سريعة فيها محاولة تأخر فيها تباطأ فيها والتحول بطيء من جانب لاعبو معاذر، لكن الكرة تعود مرة أخرى عند مينوري ساتو إلى محمد. مرة أخرى معاذر أفضل في فترات المباراة مع تسجيله لهدف. كرة بتصل الآن فيها محاولة والكرة خطرة 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 تنقل على الجهة اليمنى، طويلة طويلة طالت الكرة على ياسو. نقول عنه شاب لأنه لم يصل إلى الأربعين في العقد الرابع من عمره توماس بوجنار. كرة ملعوبة على الجهة اليمنى لمصلحة معاذر في محاولة، الكرة مرة بدون متابعة، الكرة سهلة إلى شاهين محمود. الآن تصل لمعاذر، شوف شوف لا تحول سريع من جانب معاذر، شوف التحول أمر مهم جدا خاصة إن كنت تتعرض لضغط. كرة بتصل على الجهة اليمنى لمصلحة ياسو، حاول فيها، تخلصت الكرة من أمامه الوكرة ثانيا، هدف التعديل عالية وطويلة للأمام. الغريقان يبحثان عن طوق نجاة في بحر الوكرة، وجها لوجه في لقاء قمة القاع. السد عبر الغرافة واستعادت ولم تكن هناك متابعة. يوسف لعب الكرة مباشرة والآن تصل لمصلحة معاذر عن طريق اللاعب ياسو في منتصف الملعب. تقدم الآن للأمام والمحاولة عن طريق محمد، تصل مرة أخرى عند يوسف بيحاول فيها من بين اثنين، بيحاول يعدي لكن الكرة تقطع بالكعب، تتهيأ خاطئة، تصل للوكرة على الجهة اليسرى الآن عن طريق اللاعب سلطان بريك. الكرة عدت اليمنى الآن لمصلحة معاذر. أحمد ياسين عدى من الأول، راح أحمد أعطى كرة عرضية خطيرة، أعطيني حظ وارمي الجهة اليسرى الآن عند ياسو مرة أخرى. ياسو يتقدم مع الجهة اليسرى مرة يمين ومرة يسار، والمحاولة الآن تنتهي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى معاذ السالمي. تصل الكرة لمصلحة معاذر، ياسو بيحاول فيها يخسر بعد أن فقد توازنه في الكرة الماضية، والآن الكرة على الجهة اليسرى، التغطية حاضرة. 36 عبارة استلام وسط ثلاثة لاعبين، يخسر كرة اللي بتلعب الآن أمامية عند ياسو. ياسو 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 يا ناسو، الكرة تخلصت تخلصت الكرة. إباطة اللي تلعب في مساحة على أقصى الجهات اليمنى، وصلت الآن عرضية خطيرة، محاولة تهيأت تحتاج إلى متابعة لكن لا متابعة. مرتدة الآن تصبح عند يوسف، أعطى نظرة بعد الكرة الأخيرة، تصل الكرة بعد ذلك عند معاذر في منتصف الملعب والآن على الجهة اليمنى. البنفسجي الأخيرة الأخيرة في شوط المباراة الأول، ملعوبة الآن عالية، اتخلصت الكرة والآن تسدد تمر إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى تنتهي معها أحداث أول لمعاذر من خلال متابعته لكرة ثابتة نفذت عن طريق برونو، وبعد ذلك جاء وسجل اللاعب يوسف هدف التعادل بعد كرة يخسر كرة، تعود مرة أخرى لمصلحة معاذر، تنقل الكرة الآن على الجهة اليمنى. تعادل كان عادل في شوط المباراة الأول والآن الكرة بالصدر، تهيأت عند أحمد على الجهة اليمنى، ممتازة العرضية الممتازة منتظرة، والرأسية في المرمى منتظرة، والثلاث النقاط منتظرة يا ياسو. معاذر يتأسس زيدان خروج خاطئ قد يكلف الكثير، والتصدي بكرة تنقذ من قلب المرمى. الآن أصبحت لمصلحة معاذر
ارتداد سريع وهجوم معاكس لمعاذر، ممكن ثالث، ممكن ثالث، الكرة على اليسار راح فيها، راح 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 راح، والكرة بعد ذلك كرة عرضية الآن تصل أقرب إلى مدافع معاذر، يبعد الكرة مباشرة، والكرة الآن تصل مرتدة سريعة لمصلحة معاذر، عدى عدى، راح راح أحمد ياسين، أحمد ياسين ويا عيني يا رحيمة على القراءة في عقر داره وأمام جماهيره وأنصاره، كرة ملعوبة الآن عالية بالرأس مباشرة، تخلصت تصل على الجهة اليسرى، تحضين الكرة من جانب أحمد ياسين، بيلعب الكرة أمامية ومساحة الآن لمصلحة معاذر، مرتداتهم خطرة، مرتداتهم سلاح، مرتداتهم لو راحت فيها كلام، لكن أقرب إلى حسن إدريس سيطر عليها. رجلا مغمورا لم يمارس كرة القدم أصبح مدربا، اكتشف مالديني وأنشيلوتي ليصبح اسما مع مرور الزمن مقترنا بفريق عملاق مثل ميلان ويسمى ميلان ساكي. كرة على الجهة اليسرى، اليسرى للوكرة، اتخلصت مرة أخرى، تصل عند الدوكالي إلى يوسف، يوسف بيحاول الاستدارة على كرة لكن يخسر كرة، والآن مرتدة لمصلحة معاذر، راية مرفوعة وصافرة وبطارة، كرة على الجهة اليسرى الآن مرت ومرة أخرى تعود لمصلحة معاذر، راح فيها راح فيها راح